السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولدي أيها الغالي يا سارية، أنا مؤمن أنك تسمعني في هذه الساعة وأنك تشعر بي. أولاً أهديك لله، وإذا كان دمك فيه شفاء لهذا الوطن وفيه حقن للدماء، فاللهم اشهد أني قدمت لك ولدي لتحقن دماء أبناء وطني. أقول لك يا ولدي، إن عيني لتدمع وأنا أعرفك قائماً لليل صواماً للنهار، وأشهد الله على ذلك. وآخر صيامك 6 من شوال، وآخر تهجدك في الليلة قبل الماضية كنت تستيقظ فتتهجد، كنت محباً ما عرفت في قلبك كرهاً لأحد، كنت صادقاً ما كذبت على أحد، كنت عطوفاً يا ولدي على أهلك وأساتذتك ورفاقك، وسلوا رفاقه الذين عاش معهم. بالأمس يا ولدي أخبرتني أمك أنها ذهبت لتخطب لك عروساً، أخبرتني إلى دمشق وقالت قد رأيتها صالحة حافظة، فقلت باركي له، وإذا بالحق يريد أن يباركك. ولدي يا سارية، منذ أشهر 4 ذهبت إلى الصنمين وقلت لأبناء درعا ولأبناء سوريا، دماؤنا هي دماؤكم وأعراضنا هي أعراضكم، فإن كنت يا بني اليوم قد قدمت وأرجو الله أن تكون شهيدا، فإنني اليوم أناشد كل أم شهيد وكل ابن شهيد وكل والد شهيد وكل زوجة شهيد أن تقول لمن قتل كفاكم، كفاكم، كفاكم قتلا لأبناء وطننا، فما أعددنا أبناءنا ليقتلوا على يد أبنائنا، إنما أعددناهم ليكونوا على أرض فلسطين. اسمعوا يا حكام العرب، هذا أعددته ليكون شهيداً في أرض فلسطين. فأبت، أبت سفاراتكم التي سحبتم سفراءها، وأبقت أمريكا وفرنسا وبريطانيا سفراءها في أرضنا، بدل أن تبقوا سفراءكم ليكونوا وصال الحب بين الأخ وأخيه. كنا نتوقع يا أصحاب الجلالة والسعادة أن تأتوا إلى سوريا لتجتمعوا مع الشعب والقائد وتصلحوا بين الناس، ما توقعناكم ترسلوا من عندكم الفتاوى. سادة العلماء، اسمحوا لي يا صاحب الفضيلة، يا شيخ الأزهر، يا صاحب الفضيلة، يا شيخنا القرضاوي، يا من وقفتم تخطبون وتصدرون فتاوى بقتل ثلث الشعب السوري، هذا ولدي قد انتقل إلى رحاب الله، إن استطعتم ألا تموتوا وألا تلحقوا به فافعلوا، فخصمكم يوم القيامة دماء
6000 شهيد في سوريا هي التي ستقف بين يدي الله وستقول لكم يا من أفتيتم بقتل شعب سوريا: يا رب، دماؤنا تجأر بين يديك، لمن أفتى بقتلنا؟ لمن جرأ الناس على قتل شعب سوريا؟ لمن أرسل السلاح إلى سوريا؟ لمن دفع المال إلى سوريا؟ ذنبنا، ذنبنا. قل لهم: يا أخي، يا أبا الوليد، يا خالد مشعل، قل للعرب من احتضنك في سوريا، قل لحماس من احتضنكم في سوريا، قل لأهل غزة من بكى دماء عليكم في سوريا. ذنبنا أننا احتضنا حماس والجهاد الإسلامي. اسمعوا يا إخوتي، يا أحزاباً إسلامية في العالم، ولدي أحتسبه عند الله، ولكن أقسم بالله، لقد قال نبينا الحبيب: لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من قتلي أو من إراقة قطرة من دم مؤمن في غير حد من حدود الله. أسأل القتلة الأربعة الذين نزلوا بالأمس وقتلوا ولدي وأستاذه، أسألهم وأسأل شيوخهم: بأي حد من حدود الله قتلتم ولدي؟ هل قتل منكم أحد؟ هل ساهم والده بقتل أحد؟ أما قلت لكم من اليوم الأول: أنا خادم لهذا الوطن، أنا جسر محبة بين قائده والناس، ما أحببت المنصب، إنما كنت مفتياً 23 مليون في هذا الوطن. قلت لكم: أنا خادم، لا أرضى أن يؤذى واحد منكم. بكيت على كل شهيد، حزنت على كل طفل، حزنت مع كل أم، فلماذا فعلتم بسارية ذلك؟ أما أنتم يا من لازلتم تتظاهرون في بلدي، أقبل أيديكم، أقبل جباهكم، فالوطن هو المذبوح الثاني، كلكم ستذبحون، فما المستهدف حكم؟ وما المستهدف نظام؟ فلو كان المستهدف نظام هرب حكام عالم عربي، فلماذا يقصفونهم بالنار اليوم؟ لماذا سرت تذبح؟ لماذا ليبيا تقصف؟ إنهم لا يريدون سارية ورفاقه الشهداء، يريدون سوريا، أن تركع أمام الصهاينة وأمريكا. خسئتم ورب الكعبة، لو لم يبق في سورية إلا واحد لن يصالح على فلسطين، ولن يركع أمامكم يا أعداء الأمة، ولن يكون أبداً نذلاً يقتل البراء. 3000 شهيد أحتسبهم عند الله من العسكريين والمدنيين، كلهم أبناؤنا، كلهم إخوتنا. إخوتي، يا من غرر بكم فحملتم السلاح، كان المفروض بكم أن تغتالوني لأنه أفتى لكم بعض الشيوخ بذلك، فلماذا اغتلتم هذا الشاب الذي لم يقم بعمل ولم يؤذي أحد؟ أبعدها ستقولون يا أصحاب الفتاوى أنه حلال أضع بين يدي الله شهداءنا ليخاصموكم عند الله؟ وأقولها كما قال ذاك الشهيد
الذي حكم عليه ذاك الطاغية بالإعدام، قالوا له: ماذا تريد وأنت في آخر لحظة؟ قال: قولوا لمن قتلني إن استطاع ألا يلحق بي فليفعل، فأنا أنتظره بين يدي أحكم الحاكمين. انتظرهم يا سارية، انتظرهم، وقل لرسول الله، قل لرسول الله: إن العرب يا رسول الله أقاموا قنوات فضائية ليقتل بعضهم بعضا، وليكذب بعضهم على بعض، وليغش بعضهم بعضا، وبلاد الشام هي المستهدفة. يا أبناء شعب سورية الحبيبة، لا تخافوا، ولو رحل منا 100,000 شهيد فالرسول أصدق منهم، والرسول هو القائل: لا تزال ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على بلاد الشام، لا تزال ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على بلاد الشام. يا من تجتمعون في مؤتمرات من إسلاميين وغيرهم، فنادقكم 5 نجوم ودموعنا عند الرحمن الرحيم، تستعينون بالعدو علينا وتطلبون من العدو أن يقصفنا، ونطلب من الله أن يحكم بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين. ستبقى سوريا بأبنائها، بعلمائها، بأطيافها، بما أرادها الله أن تكون، أرض رسالات الأنبياء وأرض باركتها السماء. ستبقى هي النور المضيء، فمهما اشتعلت نيرانكم سيبقى نورها جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. أعلم يا أصحاب الفضيلة، سيرد علي بعضكم، ويا أصحاب الانترنت سيشمت بعضكم. أقول لكم: موعدنا عند أحكم الحاكمين، موعدنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكوتكم إلى الله، شكوتكم إلى الله، شكوتكم إلى الله على وطني كله لا على ولدي، فولدي جزء من كبدي ووطني جزء من جسدي كله. شكوتكم إلى الله، فاكتبوا ما تكتبون، نفثوا أحقادكم، نفثوا كراهيتكم، سنقتلها بحبنا، سنقتلها بإيماننا، سنقتلها بصبرنا، سنقتلها بمقاومتنا، سنقتلها بثقتنا بالله. أحبتي، أيها الآباء والأمهات، أناشدكم الله: من عرف أن ولداً من أولاده يحمل السلاح فليخبر عنه لينقذ الوطن، لينقذ الوطن. ومن يضع السلاح اليوم، يضع السلاح اليوم ويقف عن القتل والقتال، فأناشدك يا سيادة الرئيس أن تصدر عفواً عاماً عنهم، حتى على من قتل ولدي، من أجل سوريا، من أجل الوطن، من أجل بلدي، من أجل ديني وقيمي. أما أنتم يا معارضة فهذه سوريا مفتوحة الأبواب، كفاكم شتيمة لنا من الخارج، تعالوا وقولوا ما تشاءون في البلد، وإن رفضكم أحد سأكون معكم من المعارضة. تعالوا لتقولوا كلمة الحق، تعالوا لتطالبوا بصدق. تريدون الحريات، تريدون العدالة، فتعالوا فابنوا معنا بنيانها في سوريا. لذلك كلمتي أودعك بها يا ولدي: أنت سبقتني
وإني لاحق بك، وكلنا سنلحق بك، فانتظرنا، فإن رسول الله وعدنا أن من أخذ منه فلذة كبده فرضي عن الله شفعه الله فيه. وأنا راض عنك يا رب، وأنت تعلم يا رب من سارية، من سارية الذي ما أساء في عمره لأحد، وكان يحب أن يكون شهيداً على أرض فلسطين. لكن لا يا أم محمد معروف، نحن نخجل إذ نقدم أولادنا هنا، وأنت قدمت أولادك في فلسطين. لك الله يا أبا هادي، قدمت ولدك في أرض فلسطين، فإن وقف ابنك يخاصم سيخاصم الصهاينة، فمن سيخاصم ولدي يوم القيامة؟ أابن وطني؟ يا من تستمعون إلي ممن قتلتم ولدي سارية، أوجهها لكم: لا أفجعكم الله بأبنائكم ولا أذاقكم ما أذقتمونا، وأسأل الله أن يلهمكم التوبة قبل أن تخرجوا من هذه الدنيا، حتى لا تكونوا خصماء ولدي يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يدخل على قلب أمي سارية الرضا لتسامح كما سامحت، لأن دمعتها عند الحق غالية، لأن دمعتها عند الحق غالية. أسأل الله لك يا سارية أن تكون مع جدك فضيلة شيخي وأستاذي الشيخ محمد الحموي، هو جدك والد أمك، عالم بلاد الشام، وأستاذي في الثانوية الشرعية، شهيد الشريعة. أسأل الله أن يحشرك اليوم مع جدك سيد الوالد الشيخ محمد أديب حسون. أيها الجدان الحبيبان، أيتهما الجدتان، يا أم أسامة ويا أم محمد، جاءكم سارية فعرسه عندكم لا عندنا، عرسه عندكم، فتقبلوه واجعلوه مع كل شهيد من شهداء هذا الوطن، من شبابنا، من علمائنا، من أبنائنا، من أطفالنا، اجعلوه معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شكر الله سعيكم وجزاكم خيرا. شكرا لك أخي سيادة الوزير، أخ الدرب ورفيق المهمة في جعل سوريا علما من أعلام العقيدة والإسلام. وفقنا الله لنخدم هذا الشعب في دينه وعقيدته ووطنيته. وشكرا لقائد هذه الأمة. أقول لك سيادة الرئيس، أنا أعلم الناس بزهدك في السلطة، قد لا يعرفها أقرب الناس إليك. أشهد الله أنك تريد أن توصل سوريا إلى شاطئ الأمان، ثم تقول: السلام عليكم ورحمة الله. لا، وفقك الله لتوصل سوريا إلى شاطئ العدالة والحق والنصر، ولتضع أقدام هذا الشعب على طريق النصر، ولتكون قرير العين بأنك جعلت ولادة جديدة لهذا الوطن الذي يفتخر بقيمه ودينه وانتمائه وعروبته. أنتم أيها الإخوة في العالم العربي وأنتم تسمعونني، أناشدكم الله: تعالوا فزوروا سوريا، أناشدكم الله: تعالوا إلى حماة وإلى حمص وإلى درعا وإلى اللاذقية وإلى دمشق وإلى حلب وإلى دير الزور، تعالوا لتجدوا كذب الفضائيات عليكم، تعالوا لتروا أنهم منذ 6 أشهر وهم يكذبون ويدجلون، تعالوا ولا تدعوا الوفد الأمريكي والوفد الروسي الذي كان عندنا منذ 2 أسبوع يقول لي
لما لا يأتي العرب ليروا أمانكم في بلادكم؟ مشينا في الليل وما خفنا على شيء. هكذا قالوا لي: فتعالوا يا أيها العرب، يا أيها المسلمون، تعالوا إلى سوريا فقفوا معها وساعدوها لتنتقل إلى الولادة الجديدة، ولتكون نموذجاً لتحرير الأمة وتحرير فلسطين بإذن الله. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإني على فراقك يا سارية لمحزونون، سأصلي عليك يا ولدي، ولكن هناك يوم القيامة إنما كن شهيداً فاشفع لي فإنك شهيد. هذا ما أرجوه من الله. أما ما أختتم به فهو قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اللهم اجعلنا ننقلب بنعمة وفضل. أيها الأحبة، بعد الصلاة أرجو أن تجلسوا، وستقوم مجموعة من الشباب بنقل سارية إلى بيته الجديد، ونحن نقرأ سورة ياسين جلوساً حتى إذا أسكنوه في بيته الجديد، وأرجو أن يكون روضة من رياض الجنة، نقبل تعازيكم بإذن الله، فنصلي ونجلس مرة أخرى لتحمل الجنازة إلى منزلها الجديد. جزاكم الله خيراً، ولا أبجعكم بالأحبة.